اليوم لو نشاهد، يعني ما اليوم اعطي امثله المانيا والولايات المتحده وبريطانيا، يعني ما بعدنا يعني دول مستقره ممكن ودخلت الى مجال تطور بشكل كبير جدا. اليوم انا احكي عن المحيط الاقليمي، يعني الدول القريبه من عندنا، يعني وصلت الى مرحله كبيره من موضوع تقنيات الري الحديث. ليش احنا متاخرين؟ من يتحمل هذه المسؤوليه؟ هو الانسان العراقي بطبيعته مبدع، بالتاريخ اقدم سد بالعالم هو موجود الان حاليا وشاخص الاثار ماله في جنوب العراق بالناصريه. والانسان العراقي هو من اول من استخدم تقنيات الري، والانسان العراقي استطاع ان يسقي المزروعات للاميره البابليه في اعلى التل، وصل الماء من الاسفل الى اعلى بطريقه لا يوجد لها تفسير. وليش احفادهم استمروا على هذا النهج؟ العقل العراقي مبدع ولدينا كفاءات كبيره، وهذه الكفاءات موجوده منتشره في كل انحاء العالم وتعمل في كل الاختصاصات. هذا الموضوع يرجع الى سياسه البلد العامه، الى المشرع، الى القوانين، الى الامن الداخلي، وهذه يعني تدخل بها عوامل متعدده. يعني اليوم احنا